Assalamu alaikum. Today we have lecture 5, Fermi Dirac distribution, electron concentration in intrinsic semiconductor. المحاضرة الخامسة ندرس عن Fermi Dirac distribution، دالة توزيع Fermi Dirac. دالة توزيع Fermi Dirac هو شنو يوصف الآلية اللي تتوزع بها الالكترونات وتحتل مستويات الطاقة اللي تذكرناها في محاضرة سابقة. محاضرة سابقة حكينا عن كيف نحدد عدد المستويات او كثافة المستويات في كل حزمة، حزمة التوصيل وحزمة التكافؤ. هسه حندرس الآلية تتوزع فيها الالكترونات على هاي الحزم، على هاي المستويات، كثافة المستويات او عن المستويات الطاقة. شنو الآلية تتوزع بيها الالكترونات وتحتل هاي المستويات الطاقة؟ وندرس ايضا الكترون كونسنتريشن، تركيز الالكترونات في انترنسك سيموكوندكتر. ندرس كيف نحدد تركيز الالكترونات في شبه موصل النقي. نيجي اول شيء ندرس الآلية ما سيم فيرمي ديراك ديستربيوشن، دالة التوزيع لفيرمي ديراك. طبعا اذا كان عندي الكترون واحد في صندوق، هذا صندوق من مال شرودنجر، عندي كلمة الكترون محصور في هذا الصندوق، يا مستوي طاقة يحتل. اول شيء اذا كان عندي الكترون واحد، هذا الالكترون سوف يشغل مستوى له اوطأ طاقة موجودة له، يعني هذا الالكترون سوف يشغل مستوي طاقة، هو اوطأ مستوي طاقة. إذا كان عندي الكترون واحد سوف يأخذ أوطأ مستوي طاقة. أما إذا كان لدينا عدد كبير من الإلكترونات في هذا الصندوق، هذا الصندوق بعدد كبير من الإلكترونات طبعا، وجميع الإلكترونات لا تستطيع أن تشغل نفس المستوي الواطئ من الطاقة، هاي الإلكترونات لا تستطيع أن تأخذ نفس هذا المستوي الواطئ من الطاقة لأن عددها كبير، ولذلك فهي تخضع لعلاقة، تخضع لعلاقة فيرمي ديراك ديستريبيوشن. إذا كان عندي عدد كبير من الإلكترونات، هذه الإلكترون لا تستطيع أن تشغل نفس المستوى الواطئ من الطاقة، لذلك تخضع إلى نظرية باولي إكسكلوجين برينسيبل، مبدأ الاستبعاد باولي اكسكلوجين برنسبل، مبدأ الاستبعاد الباولي اللي ينص هذه ياته هنا عشان باولي اكسكلوجين برنسبل، only one electron، فقط الكترون واحد كان occupy a given quantum state، كان occupy a given quantum state، فقط الكترون واحد يستطيع ان يحتل مستوي كمي، الكترون واحد يحتل مستوى كمي. اذا هاي العدد الهائل من الالكترونات سوف تملأ مستويات الطاقة الأوطأ صعودا إلى الطاقات الأعلى، يعني الالكترونات سوف تملأ مستويات الطاقة من الأوطأ إلى الأعلى، يعني إلى أن تستنفذ جميع الالكترونات وآخر الكترون سوف يملأ المستوى ذات الطاقة الأعلى، يعني آخر الكترون يبقى حيحتل أعلى مستوى طاقة. هذا التوزيع سموه طبعا اللي خلاه هو توزيع فيرمي ديراك، ديراك فيرمي ديستريبيوشن. طبعا الاحتمالية انشغال او احتلال الالكترونات لمستويات الطاقة تسمى طبعا probability of distribution، توزيع احتمالية التوزيع الالكترونات لمستويات كثافة المستويات الطاقة يسمونه FOE، احتمالية توزيع الالكترونات على مستويات الطاقة نسميه F sub OLE. طبعا تخضع لهذه المعادله، واحد على اكسبونيشنال اي طاقه الالكترونات ناقصا اي طاقه فيرمي على كي سب بي تي كسب كي سب بي وثابت بولتزمان تي درجه الحراره زائد واحد، هاي معادله فيرمي ديراك. طبعا من اسمه داله التوزيع الاف او اي، احتماليه التوزيع لفيرمي ديراك مع الطاقات، نلاحظ اذا هنا قبل ما هاي خلينا نقول هنا الفاكشن هاي الدالة تسمى فيرمي فاكشن، اللي هاي الدالة السابقة اول شيء هي يسمونها فيرمي فاكشن، والاي سب اف، الاي سب اف هو فيرمي انرجي، طاقة فيرمي، لازم تعرفون هاي المصطلحات، الاي سب اف هو فيرمي انرجي كلش مهمة، والدالة يسموها فيرمي فاكشن. طبعا لو رسمناهن احتمالية التوزيع اف او اي مع الطاقات، مع الطاقات اذا كانت حاله الصفر المطلق، في حاله درجه حاله الصفر المطلق ناخذ،
إذا كانت الاحتمالية تساوي صفرين، إيش وقت تكون الإف أو الإف سب أو الاحتمالية التوزيع تساوي صفرين بالطاقة إذا ما يكون إي أكبر من إي سب إف. عندما يكون إي أكبر من سب إف ينزل للصفرين، الاحتمالية تنزل للصفر عندما تكون إي طاقات الإلكترونات أكبر من طاقات فيرمي. وساوي واحد، شو وقت يساوي واحد؟ شوف هنا عندما يكون الإي طاقات الإلكترونات أو طاقة المستويات أو طاقة المستويات أو طاقة الإلكترونات أكبر من الإي سب إف، أكبر من مستوى طاقة فيرمي. طاقة المستويات أكبر من طاقة أو طاقة الإلكترونات أكبر من طاقة فيرمي، يكون الاحتمالية توصل للواحد. طبعا عند طاقة يساوي طاقة فيرمي إذا تساووا الإي يساوي إي إف، تمام، إي يساوي إي إف، يساوي احتمالية الانشغال 50%، 50% من الإلكترونات مشغولة و 50% من المستويات فارغة، أو 50% من المستويات مشغولة بالإلكترونات و 50% من المستويات تكون فارغة. فيها حالة عندما يكون إي طاقة المستويات أو طاقة الإلكترونات يساوي إي سب إف، يساوي طاقة أو طاقة فيرمي أو مستوى طاقة فيرمي. طبعا هنا عندما T يساوينا صفرين، طبعا هنا المستويات بطاقة أقل من طاقة فيرمي، ركزوا هنا، عندما T يساوينا صفرين درجة الحرارة تساوي صفر كلفن، المستويات بطاقة أقل من طاقة فيرمي تكون مشغولة محتلة من قبل الإلكترونات، والستيت مستويات واللي طاقتها أعلى تكون فاضية، أعلى من طاقة فيرمي تكون فاضية. إذن طاقة فيرمي هي حد فاصل بين المستويات المشغولة والمستويات المحتلة بالإلكترونات والمستويات الفارغة. إذن E sub F هي خلينا نسميه هنا ال E sub F هي أعظم قيمة للطاقة للمستويات المشغولة. E sub F أعظم قيمة للطاقة للمستويات المجهولة. E sub F هي أعظم مستوي طاقة للمستويات المجهولة. إذن خلينا نقول لكم عندما T يساوي صفر كلفن، المستويات with energy less than E sub F، المستويات بطاقة أقل من طاقة فيرمي تكون مجهولة، والمستويات اللي طاقتها أعلى تكون فاضية. عن E sub F هنا شحيمة أعظم قيمة للطاقة، أحسن قيمة للطاقة المستويات المجهولة، أعظم قيمة للطاقة للمستويات المجهولة، أعظم قيمة للطاقة للمستويات المجهولة. إذا هنا ممكن يعني هنا حتمثل طاقة فيرمي كمستوي طاقة عتبة، مستوي طاقة عتبة تفصل بين المستويات المجهولة ومستويات فارغة. يعني مستوى فيرمي حيفصل بين المستويات الممتلئة بالإلكترونات والمستويات الفارغة من الإلكترونات. إذا مستوى فيرمي يعتبر نقطة عتبة أو مستوى طاقة عتبة يفصل بين المستويات المشغولة بالإلكترونات والمستويات الفارغة من الإلكترونات. تلاحظون هنا عند طاقة فيرمي الاحتمالية الانشغال هي 50%. أنا أوضح لكم إياها، عند مستوى فيرمي احتمالات الانشغال 50%. هسه بس اشوف الوقت، ثمانيه عندي وقت، عندي الاحصاء الثاني بوز اينشتاين ديستريبيوشن، احصائيه ثانيه توزيع ثاني خلوه بوز واينشتاين، اللي هي بوز اينشتاين ديستريبيوشن فانكشن ابلايز تو بوزونز. البوزونز هنا هي جسيمات اللي يكون الباوم مالها اعداد صحيحه انتجر سبن. البوزونز هي جسيمات اللي يكون الباوم ماله مو مثل الالكترون نص زائد ناقص نص، يكون اعداد صحيحه، الباوم المغناطيسي ماله يكون اعداد صحيحه، يتضمن الفوتون والفونون. هذه الفوتونات والفونونات ما تخضع لفيرمي دياك، تخضع لاحصاء اسمه بوز اينشتاين ديستريبيوشن. طبعا هنا معادله البوز اينشتاين هاي هي صيغتها اف صب احتماليه التوزيع البوز اينشتاين يساوي 1 على اكسبونيشنال اي ناقصا اي صف فيرمي على كي بي تي ناقصا 1. طبعا هنا أنا عندي طبعا بوزونز الجسيمات بوزون لا تخضع لمبدا باولي للاستبعاد، البوزونات لا تخضع لمبدا باولي للاستبعاد.
يعني لا يقع مثلا يعني اني نمبر يعني اي عدد من الالكترونات ممكن ان تشغل مستوي طاقه واحد، ممكن عدد معين من الالكترونات ان تشغل مستوي معين من الطاقه. واخر شيء عندي احصاء ماكسويل بولتزمان ديستريبيوشن، طبعا هاي ماكسويل بولتزمان ابلاي تو نون انتراكتنج بارتيكل، يعني يطبق على الجسيمات الغير المتفاعله. طبعا هو توزيع كلاسيكي، وهاي معادله مالته اف ام بي ماكسويل بولتزمان ديستريبيوشن يساوي 1 على اكسبوننشال اي ناقص اي سب اف على كي بي تي. طبعا هاي مبدا ماكسويل بولتزمان ديستريبيوشن يطبق على الجسيمات الغير متفاعله، واللي يمكن تمييز بعضها عن البعض الاخر. وهذا التوزيع طبعا هو كلاسيكي بالاصل، ويعطي احتمال ان تشغل هذه الجسيمات الغير متفاعله بكثافه منخفضه، واحتماليه ان تشغل هذه الجسيمات الغير متفاعله بكثافات منخفضه. طبعا وعندنا مثال عليه هو الذرات الموجوده في الغاز المثالي. الذرات المتواجده بالغاز المثالي هي تسمى جسيمات non interacting particle.